السلام عليكم. إذا في حدث نادر لقد وقع عطل تقني عالمي وقف أنظمة الاتصالات في العديد من دول العالم، وشركة مايكروسوفت تعلن عن خلل في النظام العالمي حيث غير توقف في الرحلات في مطار برلين وسيدني ومدريد وأمستردام، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي عن توقف شركة يونايتد للطيران بسبب مشكلة في الاتصالات. وعن هيئة البث الإسرائيلية، إعلان وزارة الصحة الإسرائيلي عن عطل عالمي أثر على المستشفيات والخدمات الصحية وعدد آخر من المؤسسات. هذا ما يشير ربما إلى هجوم سيبراني واسع النطاق.